يا ترى ايه سبب النرجسية؟ الكاتبة ويندي بيهاري في كتاب تعرية النرجسي قالت لنا ان سبب النرجسية غالبا بيرجع للطفولة. التربية يا جماعة، في 4 نظريات في التربية بتقول ليه الشخص ده لما يكبر هيبقى انسان نرجسي. اولا الطفل المدلل، الدلع اللي بزيادة، ان احنا دايما مسلطين الضوء على الطفل ان هو احسن واحد في الدنيا وانه احسن من صحابه كلهم، ونقعد ندلع فيه ونهنن فيه لحد ما بيكبر ياكلنا في الاخر بدلعه. لما بيغلط ما بنعاقبوش، اصله هيزعل، ولما بيبقى عايز حاجه بنسيب له حريه، ما بنحطلوش اي قيود. فالطفل ده لما بيكبر بيحط لنفسه قوانين يمشي عليها ويمشي الناس التانيه عليها، لانه ما تعودش ان حد بيقول له لا على حاجه. رقم 2، الطفل الاتكال. الطفل ده باباه ومامته سهلوا له الدنيا على الاخر، ما خلوش يتعلم اي مهارات ولا اي اعمال يعملها بنفسه، لا هنتعبه ليه حبيبي نعمل له احنا. وبالتالي الطفل ده لما بيكبر بيبقى عايز الناس كلها هي اللي تخدمه وهو ما يعملش حاجه، لانه حبيب قلب ماما العسل ما ينفعش يتعب. اللي بعده، نظريه الجمع بين الاتكاليه والتدليل. بسم الله ما شاء الله، ده كومبو لارج، متدلع واتكالي. النوع ده بقى بيجمع بين ان هو بيبقى متدلع وشايف نفسه احلى من الكل، وكمان اتكالي ومش بيعمل حاجة لنفسه وعايز الناس تخدمه. فده ان شاء الله بقى لما يكبر هيبقى مش بس مغرور، هيبقى كمان اتكالي ومأنتخ وما عندوش شخصية وتوكسيك. آخر نظرية في التربية بقى هي نظرية الطفل الوحيد المحروم، ودي النظرية الأكثر شيوعاً اللي بتخلي الناس تطلع نرجسية. وده بقى وهو صغير أهله حسسوه دايماً إن الحب مشروط، يعني أنت لو بقيت مؤدب أنا هحبك، لو جبت درجات كويسة ورتبت أوضتك أنا كده هحبك وهعتبرك إنسان كويس، غير كده مش هتحظى أي جانب من الاهتمام ولا الحنية. فكان بيتحرم من الحب والحنية لو ما عندوش أي إنجازات. فكبر الولد ده وبقى كمان ما بيقدرش خالص مشاعر الناس، واهم حاجه عنده انت عملت لي ايه، لانه شاف وهو صغير مشاعر بارده ناشفه مشروطه بالمثاليه وانه يكون شخص مثالي. فكبر بيحاول يظهر قوي بمظهر المثالي، وفي نفس الوقت مشاعره حاده وقاسيه وبرده توكسي. ودي كانت اسباب النرجسيه اللي قالتها لنا الكاتبه في كتاب تعريه النرجسي، وكلها راجعه للتربيه. فوحيات عيالك يا شيخه ربيهم وخليهم يطلعوا مش نرجسيين، وانقذي العالم من النرجسيه. انا فيروز يسري، ودي حكايه قبل اليوم.